معانا موضوع مهم جدا وبيثير دايما الجدل بين الستات والرجاله، هو مين دماغه افضل وتفكيره اعقل وقادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. طبعا كلنا انا وسلمى تحيز للستات، وعشان الموضوع ده فيه دراسه حديثه عملها باحثين في جامعه ستانفورد الامريكيه، وصلوا ان فعلا في اختلافات في دماغ الرجاله او بين دماغ الرجاله والستات، وبالتحديد في المناطق المسؤولة عن أحلام اليقظة والذاكرة واتخاذ القرار. الباحثين في الجامعة استخدموا أساليب الـ AI في فحص نشاط الدماغ على حوالي 1500 شاب أعمارهم بين 20 و 35 سنة، وإحنا مش محتاجين نعمل أبحاث، معروف مين يعني ما أصل يعني معروف مين اتنين ليديز قاعدين على الهوا، هنقول إيه يا جماعة؟ بالظبط يعني موقف بقى معروف جدا، هنقول الستات ولا عايزين أبحاث ولا حاجة. للأسف الأبحاث قالت حاجات غير كده. اتفضلي بقى قولي الأبحاث يعني مش عايزة أقولها بس أنا مضطرة. يعني من فترة كبيرة الباحثين اكتشفوا ان مفيش اختلاف في متوسط الذكاء بين الراجل والست، لكن الستات كانوا ياسمين اكتر عرضه للاصابه بالقلق والاكتئاب. شفتي بقى احنا دايما ايه اللي بيحصل لنا؟ معرفش ليه. شفتي بقى معرفش ليه، يعني ليه الحاجات الشديده بتيجي ناحيتنا احنا؟ انا مش عارفه، بس اوكي. على العكس طبعا الرجاله اكتر عرضه من النساء للاصابه بالتوحد والفصام. تختاري يعني توحد وفصام ولا اكتئاب و اكتئاب؟ اكتئاب ارحم. اكتئاب بلاش توحد، تخيلي ارحم من التوحد بلاش فصام. طب خلاص ظلمتيني، ما احنا كده تمام، احنا الحمد لله رضا. يعني كل واحد بياخد نصيبه زي ما بيقولوا. المهم ان علماء الاعصاب استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان حددوا بصمة كل واحد من الشباب وقارنوا الستات بالرجالة، وكانت النتائج مذهلة. احنا عايزين نعرف بقى تفاصيل اكتر من دكتور محمد عبد الرحمن صالح، استاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد على حضرتك. انا وياسمين كنا بنتكلم دلوقتي على موضوع الاكتئاب والانفصام والذكاء والحاجات والاختلافات بين الراجل والست، فاحنا في البدايه كده عايزين نعرف هل الاختلافات بين الرجال والنساء نتيجه الاختلافات الاجتماعيه ولا في اسباب تانية ولا هرمونيه ولا ايه السبب؟ والله الحقيقه يا فندم مفيش فرق بين الرجل والمراه في الامور دي، لان انا احب قوي 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 الجمله دي، معلش لازم اسقف لحضرتك مره ثانيه عشان الكلام ده بيعني لي جدا. مفيش فرق بين الرجل والمراه. والله دي الحقيقه، لان هناك محاولات لتشويه المراه. يعني انا ارى ان حتى العلوم الاجتماعيه والعلوم النفسيه واتجاه كده بيحاول انه يقلل من شان المراه، وده نتيجه لامور اجتماعيه، الثقافه، الفهم الخاطئ للدين اللي بيحاول انه يقلل من المرأة قدر الامكان. رغم ان المرأة هي التي تصنع المجتمع كله، هي اللي بتربي المجتمع كله. بنفسر حاجات يا دكتور على مزاجنا زي نقصات عقل ودين، ملهاش اي علاقة بالتفسير اللي بيتفسر بيه. صحيح ده فهم خاطئ، فهم خاطئ للدين. ده ربنا سبحانه وتعالى كرم المرأة اخر تكريم. طبعا. يعني لو رجعنا لايات كثيرة في القرآن هنلاقي انه بينصف المرأة وبيرفع من قدر المرأة ومكانتها، ولكن الناس اللي هم يريدون تفكيك المجتمع، لان المراه هي اساس المجتمع، هي اللي بتربي المجتمع، هي اللي بتربي الراجل، هي اكثر وعيا، اكثر ذكاء، هي التي تدير ميزانيه الاسره، هي التي تحافظ على كيان الاسره. انا مش هقطع حضرتك يا دكتور، انا مش هقطع ياسمين ولا انا عادي سكت ومش هسال خالص دلوقتي. يعني انا محتاجه اسمع اكتر، فانا مش هقطع حضرتك يا دكتور. كلام يعني مهم وكلام حقيقي. دي الحقيقه اللي ناس كتير قوي بتحاول انها تشوه الصوره دي، لان من مصلحتهم اذا سقطت المراه سقط المجتمع من وجهه نظري، لان هي المسؤوله عن كيان الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الاستقرار داخل الاسره، هي اللي بتربي، هي اللي بتنشا الاجيال، وبالتالي اذا كانت المرأة ضعيفة هتؤدي إلى أجيال ضعيفة أيضا ومجتمع غير مستقر على الإطلاق، وهو ده الهدف. ده حقيقي وكلام عظيم جدا يا دكتور. طب هل لو اتكلمنا ساينتفكلي نقدر نقول ان مفيش فرق او ان الجنس ما بيلعبش دور في نمو الدماغ البشري او في الشيخوخة؟ في الامور العادية اللي هي مثلا تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، مش عارف ايه الكلام ده، ما اعتقدش ان في فروق جوهريه بين الرجل والمراه، ولكن في اسلوب الحياه، في العلاقات الاجتماعيه قد تختلف المراه عن الرجل. يعني مثلا اديك امثله، المراه عندها الغيره اعلى شويه من الرجل، الراجل برضه عنده غيره، بس المراه بتبدو عليها بشكل واضح حكايه الغيره، وبالذات في الامور الشكليه. يعني مثلا المراه الجميله تلاقيها دايما حظها وحش، اللي حواليها كلهم بيعاملوها بشكل مش لطيف لانهم ان هي اجمل منهم،
يعني دي حاجات موجوده حقيقه. يعني انا بتكلم فيها سرعه اصدار الاحكام، ان هي بتبقى سريعه جدا في اصدار الاحكام على الناس دون تروي، دون تدبر، دون تفكر، يعني تفكر شويه. الذاكره القويه عندها رهيبه، يعني ما بتنساش اللي بيسيء اليها، استحاله تنسى الموقف ده. لكن الراجل العكس، نلاقيه بيفوت، بينسى، مش مركز قوي، لانه دماغه كده. يعني احنا بنتكلم على الدماغ بقى ازاي بتفكر. طب انا عايزه اقول حاجة يا دكتور، يعني دايما او الدراسات دي بتقول ان الرجاله اعقل من الستات. انا بشوف ان الستات دون تحيز والله، بس احنا فعلا مالتي تاسك، بنعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. بعيدا حتى عن الكلام ده، دايما تلاقي الست حتى بتتجوز راجل اكبر منها، لانه لو كان في السن قدها بتحس ان الموضوع لا هو صغير، صح. لا هو مفيش تناسب بينا، لا انا فكري اكبر منه بكتير، مع ان هم نفس السن. الا طبعا كل قاعده ليها شويه، بس انا بتكلم في يعني الحاجات اللي نسبتها اكبر شويه. لا طبعا الست بتبقى سابقه الراجل، يعني لو حتى اتنين مع بعض في الجامعه هي بتحس انها اكبر، يعني بتحس انها عقلها اكبر. لو حد عنده طفلين حتى ولد وبنت، البنت بتبقى اسرع في الكلام، اسرع في المشي، اسرع في مظبوط جدا. طب الحمد لله. انا سعيده قوي يا دكتور. والله العظيم، والله انا بحلف لك بان المراه اذكى من الراجل، وتستطيع أن تحتوي المجتمع كله. يعني المرأة قادرة على أنها تسيطر على الرجل بذكائها. صحيح، ده كلام عظيم جدا. دي حقيقة اللي هم بيحاولوا دايما يشوهوها. ده مش معناه أن الرجل مش ذكي، لا الرجل ذكي، بس ذكي في حاجات معينة. طب وأخيرا يا دكتور، هل المرأة بتكبر أسرع؟ يعني الشيخوخة بتجيلها أسرع من الرجل؟ عشان ده برضو بنسمعه دايما. طبعا طبعا، للأسف دي حقيقة. شفتي بقى عارفة ليه؟ لأن الإنسان باسلوب حياته ممكن يوصل نفسه لمرحله الشيخوخه وهو ما زال في مرحله الشباب بطريقه تفكيره. فهي معدل القلق عندها عالي جدا. المراه تتميز بالقلق فعلا، عندها قلق وعدم احساس بالامان دائما. صح صح، يعني حتى في المواقف بصراحه الراجل بيبقى اكثر هدوءا، الست تلاقيها اتوترت، حصل لها اتاكس، حاجات كده. لا، المراه دورها اللي ربنا خلقها عليه انها تتحمل مسؤوليه من حولها، سواء الوالدين وبعد جوازها ولادها وزوجها وشغلها، وازاي هتدير البيت، وازاي هتكفي ميزانيه. مالتي تاسكينج زي ما سلمى قالت. طبعا هي الحقيقه فعلا. المراه يعني مش عمود البيت بس، هي عمود المجتمع كله. وبنشكر حضرتك، شكرا جزيلا فعلا على كلام حضرتك، حقيقي بنشكرك. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الرحمن صالح، استاذ علم الاجتماع بكليه البنات جامعه عين شمس. طبعا كلام رائع وعظيم مريح مليان حكمه. بحس ان احنا والله من كتر ما المجتمع ساعات بيظلمنا، انا وانت قاعدين فرحانين ان ده بيتقال وبيتاكد بيه من دكتور وبيتقال بابحاث، من كتر ما احنا يعني بالظبط، من كتر ما احنا شويه بنتظلم، شويه بنشوف حاجات اللي هو لا يا جماعه ما فيش فرق. والست بجد، الست بتشتغل وبتربي وبتكبر وبتعمل حاجات كتيره وبتهتم بكل اللي حواليها زي ما الدكتور قال. حقيقي. عندها كميه حاجات بتعملها في يومها، يعني انت بجد لو شفتي ركزنا كده على حياه الراجل وحياه الست من اول ما يصحوا الاثنين من النوم. هو بيشتغل وبيروح، هي بتشتغل بتروح تشتغل تاني. نعمل لها تمثال. والله العظيم بجد الستات بتتعب جدا، وفي الاخر تسمعي كلمه ناقصات عقل ودين. اصل الست الراجل احكم واعقل، وتلاقي بس ستات بميت راجل. ان دلوقتي بتشوفي ستات في مناصب بميت راجل، يعني وزراء ومحافظين ومستشارين وقدها. يعني على راي تامر حسني قدها قدها وقدود. بالظبط بجد يعني.